انا هتعمل في تعترف ازاي بك. دي خلوة ستنا السيدة الحاجة زكية، دي اللي عاشت فيها، كانت عايشة فيها وانتقلت حضرتها رضي الله عنها فيها بقى، وده سرها الشريف. ده التليفون وده راديو التلفزيون اللي كانت عايزة تشغلهم من سنة 80. ده تليفونها ده تليفونها الشريف وده راديوها تلفزيون. ايوه كانت عايزه تشغلهم من سنه 80. من 80 كان ليها الطلبات دي وترصف الطريق من سيدي سالم لهنا، وكان من طلبها الطريق اترصف. في يوسف عفيف يعني ايه ما استوعبش الموضوع اللي هو المحافظ ده وخلع. كان في قصه ظريفه كده. ايه احكيها حضرتك. هو كان من ضمن الوسطاء اللي جم هنا عشان ترجع من الوادي، كان هنا قحط طبعا مشدد عليها هي. كان من ضمن الوسطاء يوسف عفيف. جه علشان يعني يقنعها ترجع. اقنعها ان اقرا. بس هي عدت القبر بتاعها بجوار سيدنا الحسين في الساحه. تمام. فهو فوق ان ليها طلبات. قالت له ما راح تصف لي الطريق. قال لها ده عايز فلوس، ده عايز 5 مليون جنيه. قالت له هات 5 مليون يا محمد عبد اللطيف. انت عارفين محمد عبد اللطيف طبعا. لا. طب الفتح ربنا يتمم عليه بالشفاء لانه جات له جلطه في 20 رمضان. اللهم صل على سيدنا روحي واسمه مكتوب هنا في تاريخ خير. يا سلام. صلى على سيدنا محمد وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على نرجع لاخونا محمد عبد اللطيف. محمد عبد اللطيف ده اسير من حرب 73. كان اسير وجبته من الاسر في 76. حضرتك اللي جبته؟ جبته ستنا. ستنا جابته. هو كان بيشوفها يعني يقظة ومناء ما اعرفش مين دي. السلام. عظيمة العظمة. وهو اتسجل عند اهله من الشهداء وهو حي. هو حي ومفقود وبعدين شهيد ووزعوا حاجته وخلاص وهو شهيد. فلما رجع راح لاهله هو شهيد. مين ده؟ عفريت يعني. فرجع لستنا كده هو مالوش غير ستنا يعني. وبدا رحلته معها اهله. الذكرى الوحيد اللي استمر معها وهو اللي دفنها دون ان يبلغ ستنا حاجه نفيسه كمان بناء على وصيه. بناء على وصيه ستنا الحاج زكية. مكتوب كل الكلام ده يعني. حاضر. يعني. هصوره ان شاء الله. هو فين دلوقتي؟ جات له جلطه وهو دلوقتي وربنا يعني اراد ان اكيد يكون الدكتور احمد حلقه موجود في الناس دي مجهز العيد يعني. ف ربنا اكرمنا كم قصه. لا قصه يعني. وبعدين موثقه يعني. من 73 لغايه 75 شفت التاني. وعاوزك عذاب لم يعذبه احد. ومحدش يعرف حاجه عنه. ربنا اراد جنب منه واحد سوري من الحلب. يطلع يخلعه ضعفه ويرجع يكتب. محمد طبعا نزل ايه واحد سوري من الحلب ماله؟ مش هتعذب زي محمد في راسه من جنبه يعني. طالما انت بقول التعذيب تاخده بره حاجه. يرجع يبتسم. محمد راجع ميت. انا سلام. محمد عايز اي حاجه. قال له عيش يا سوري بره حزب البر او حزب البحر. فحفظه حزب البر. حزب البحر. ساعة ما حفظه بقى قال بدأ يشوف ستنا في بدأ يشوف ستنا حزب كده يعني. خش طابور التعذيب يفصل. هي بالنسبة له متعة لأن هو بيخش في حال تاني. ذاك هو ساعة ما نزل فجأة كان بيجهزوا الكامب ديفيد وبدأوا يطردوا الأسرة. فاكرين؟ طبعاً طابور التعذيب يعني. فهو طلعوا بلبسهم كده على المطار على مطار شرق القاهره. فجأة رجع لاهله بقى. اهله مع هو اهله. طب مولانا لو قريت له حمد عبد القادر. بس مولانا اللي صعب جدا يعني. مولانا امام حسين اخوك عبد القادر او عمك عبد القادر اي حاجه. قريت له الله يكرمك يا سيدنا. قريت له محمد عبد اللطيف هات لهم 5 مليون جنيه. وقفنا عند كده. وقفنا عند كده. ايوه. فلوس دي ايه يعني؟ فهي كان معاها اللزم الشيلينات الورق دي. ايوه. دي انا فحت. ايوه. جاب لها البوك فتحت البوك وطلع 5 سلاح. ايه ده ليه؟ فاخونا اللي هو اسماعيل قال لك بقى انا اخلع. واخد بالك؟ خد يا يوسف وعامل كده ايه؟ وحطت له الشيلين في جيب الجاكيت بتاعه.
هو عايز يخلع خلاص. وما تنساش يوسف تشغل دول. كان معاها مكنه مانيوال دي. قالت له انا على قدي شغلت المكنه، انت شغلي دول. هو الراجل خلع منها. ونسي القصه. وكان ايام السيدي صالح الجعفري رضي الله عنه وسيدي مولانا احمد فرحات ومجموعه ايام صعبان عليهم قعدتها في جبل جبل. هي ما كانش في سقف هنا. ايه السقف ده؟ كان معتقل اللي انا بشوفه. مكشوفه بس ده بحسن حاجه صغيره كده. لا ووجه من رئيس الوزراء رئيس مجلس اعلى المحافظين انه يقعد يحل القصه دي. هو عايز 6% الهيئه عايزه تديني 3% قصه كده يعني. بعد يحلوا مع بعض فالراجل قال لك يعني حسن نوايا دي شيك ب 5 مليون جنيه ونبدا نتكلم. انت معايا؟ لا انا مش انا بتاع. قال له حالتنا نتكلم، خلي بس الشيك ده في جيبك واعتبر هتحاسب اصلا راجع 10 سنين. تاني كان متشدد يوسف عفيفي فبطلع الشيك يشيل المهول فطلع معاه الشيل. افتكر. فربط ده وسكت. اه فقال لك في الاخر الهيئه العامه للبترول بتدي فلوس الدوله محافظه محمد تعمل فلوس بالدوله. ايه فهم؟ ورجع رئيس الوزراء قال له حصل كذا واتفقنا وبتاع وخد اللطشه وحضرتك الشيك ده اتصرف فيه ازاي؟ قال له اعمل بقى البنيه التحتيه عندك في المحافظه شوف الحاجات العاجله. قال له والله المفروض اني طريق عاجل في المنطقه الفلانيه. قال له خلاص ابدا. فمفيش اسبوع كان بدا في الطريق. شيل ده ستنا حاج زكريا. كان برضه في نبوءه يعني انا ايه اقدرها ك صاحب مهنه يعني. ستنا من قبل ما تقرر الدفن هنا او الاستقرار هنا كانت بتقول مدينه سيده بالحسن. يعني كانت تيجي بالقطر لحد ادفو وفي ادفو يقول لك انا رايحه مدينه سيده بالحسن. فكان في بعض ما بيستوعبش. والله سادة. ها؟ والله سادة يعني. الان احنا اغنى مدينه في العالم. ميسره؟ طبعا. اشاء. علشان. في اتجاه الشرق 17 كيلو. اغنى منجم دهب في العالم، منجم السكان. منجم السكان. واعلى نسبة استخراج. وعلى مواد 17 كيلو. وعلى كواليتي كمان. خلاص؟ ربنا ب 22 كيلو، منجم اخر اسمه حمش. برضه 4 جرام في الطن وقصة تانية. شمالنا في حقل بترول المفروض كان حفروه من 8 سنين وجت توجهات سياسية واتقفلت. بشركة سنتافي. يعني كان حفر 8 عبارة هينموا حقل كده وبعدين توجهات سياسية يعني سيبوه من هنا وهيشدوه من الناحية التانية من شرق. في حوالي 162 محضر تقريبا جرانيت وفلسمار وكوارتز وقصص. يعني النهارده حماسية بتنتج ما قيمته مثلا من 7 ل 11 مليار سنويا. صلى الله حضرة النبي. ايه رأيك؟ دي ميزانيات الدولة كلها. وادي دخل الموبايل اهو سنين دي الموبني لا 60 نصر. فهي مدينه سيده محسن. مفيش بتاع مدينه بتدخل في مزنة عامل الجواز هذا الاخر في العالم كله مش في مصر. لا ونسبه استخلاص الذهب ما حصلتش ولا حتى في غير افريقيا.